الإذاعات المجتمعية في اليمن تجربة مميزة وسط الحرب. ومن الشرق الأوسط، إثيوبيا تحجب الإنترنت لمواجهة الغش في الامتحانات. وفي الأخبار المنوعة، مراهقون يصنعون طائرة للقيام برحلة من جنوب إفريقيا إلى مصر. هناك من يعتبر محافظة ذمار أكثر بلدة يمنية شيعت أبنائها في السنوات الأخيرة، فمنذ ظهور حركة التمرد الحوثية قدمت المحافظة عشرات من أبنائها شهداء في الحروب الستة، وهي اليوم تنزف أيضا. وإن تغير موقف المقاتلين، ويعنون موقع المصدر أونلاين، مستشفى ذمار يستقبل 12 جثة لمسلحين حوثيين قتلوا في مواجهات بالضالع. وقالت مصادر بمحافظة ذمار إن ثلاجة مستشفى ذمار العام استقبلت يوم الجمعة الماضية حوالي 12 جثة لمسلحين حوثيين، بينهم ضابط برتبة رائد وطفلان لقوا مصرعهم في الضالع. وأضافت المصادر أن القيادي يحمل رتبة رائد واسمه جابر مهدي البحش. ونشر الموقع أسماء قتلى الميليشيا من مختلف الفئات العمرية. بدأ طلاب المدارس الثانوية في اليمن امتحاناتهم النهائية يوم الأحد وسط محاولات لتشديد إجراءات منع الغش بين الطلاب. وفقا لموقع يمن مونيتور والذي عنون: طلاب المدارس الثانوية باليمن يبدأون امتحاناتهم النهائية وسط إجراءات كبح الغش. وقال مسؤولون إن 90,000 طالب وطالبة بدأوا امتحانهم الأول في حوالي 750 مركزا امتحانيا في 13 محافظة تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. يفيد الموقع إنه في مدينة عدن عاصمة اليمن المؤقتة تم نشر لجان إشرافية في وزارة التربية أو من وزارة التربية والتعليم بأقصى درجات الاستعداد لمنع الطلاب من الغش أثناء الامتحانات. ويضيف الموقع: لكن في صنعاء قال سكان وأولياء أمور إن الغش في الامتحانات كان يجري مقابل دفع أموال للمشرفين والمراقبين. وقال أحد الأهالي في صنعاء لموقع يمن مونيتور إن أولياء الأمور كانوا يدخلون الغش وحلول الإجابات عبر مشرفين حوثيين أو عبر مكبرات للصوت من خارج قاعات الامتحانات. كما ينقل الموقع عن مراقبة امتحانات في صنعاء قولها: كانت هناك لجان تقوم بالغش بالتوافق مع المعلمين، ولم تسجل أي أعمال عنف، ومضى اليوم الأول بسلاسة. التطرف الثقافي تحت هذا العنوان كتب باسم الطويسي مقاله في صحيفة الغد. شكل العقد الراهن رأس موجة الردة الثقافية والاجتماعية في العالم العربي التي سمحت لحركات سياسية أن تستثمر الدين وتوظفه في واحدة من أقصى موجات التطرف. التطرف الثقافي يعني الطريقة التي يتصور فيها الناس أنفسهم ويتصورون بها الآخرين، والطريقة التي يصدرون بها الأحكام، والطريقة التي يطورون فيها المعايير أيضاً، وبالتالي ما يقود إلى ضرب قدرة المجتمع على قبول الاختلاف والتنوع والتعلم المستدام للعيش معا. حينما تتراجع هذه القدرات تبدأ الردة الاجتماعية تزحف وتتبلور حتى تنضج على شكل تحولات كيفية تبدو في طريقة تفكير الأفراد والجماعات وفي تغيير الأولويات والانشغالات لتصبح حالة من التطرف الثقافي تبرز بين فترة وأخرى وتظهر على أشكال عدة، منها الإقصاء ومحاولة الاستحواذ على الرأي العام أو المبالغة المفرطة في وصف الظواهر وتهويلها. المشكلة الكبيرة أن التطرف الثقافي يعد من أخطر أشكال التطرف، لأنه يولد حالة خوف جماعي، أي حالة اضطهاد جماعي، ما يجعل فئات واسعة من المجتمع إما أن تلوذ إلى دوامة من الصمت أو السير مع الموجة والاستسلام لظاهرة القطيع خوفاً من العقاب الاجتماعي الذي يصدر أحكامه القاسية بدون مناقشة. وبالتالي فعقدة الاضطهاد تجعل المهمة أسهل على الفئة التي تخطف الرأي العام وتحاول قيادته. ولعل هذا المدخل
يوضح لنا زاوية من زوايا الإجابة على سؤال مهم عن صعوبة تشكل الرأي العام في الكثير من المجتمعات العربية، حيث لا يوجد توافق ما ولا رفض واضح ومتبلور حول ما نريد وحول ما لا نريد. المجتمعات التي لا تهتم بالشأن العام لا مكانة لها لدى من يصنعون الشأن العام. هذه المسألة تحفر عميقاً في ضعف التغيير الاجتماعي والثقافي وعدم قدرة الأفراد والمجتمعات على التوافق حول فكرة الصالح العام. إنها مسألة أكبر من السياسة وتفتح الباب واسعاً للمزيد من التطرف الثقافي والمزيد من الاضطهاد الجماعي وإعادة قولبة أولويات المجتمع وانشغالاته وبالتالي خروجه من التاريخ. حققت تجربة الإذاعات المجتمعية في اليمن انتشاراً لافتاً عقب العام 2011، بعدما كانت الإذاعات حكراً على الدولة فقط، لكنها لم تشهد منذ تأسيسها حالة استقرار في بلد تدور فيه حرب وتتضاعف فيه التحديات، ما جعل الصحفيين يسعون بشكل أكبر لإنجاح هذه التجربة. ويعنون موقع المشاهد نت: الإذاعات المجتمعية في اليمن تجربة مميزة وسط الحرب. وقال الموقع: توجد في اليمن حاليا قرابة 60 إذاعة، منها 26 في صنعاء، بينها 4 إذاعات مجتمعية، إضافة إلى 13 إذاعة في مدينة حضرموت الوادي فقط، منها 12 إذاعة مجتمعية، 10 منها في حضرموت الساحل. أما مدينة عدن فتضم 6 إذاعات، منها 4 إذاعات مجتمعية، ناهيك عن إذاعات محلية أخرى. وحسب دراسة متخصصة لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، فإن عددا من الإذاعات تعرضت للاقتحام ونهب كافة ممتلكاتها، ما أدى إلى توقف بعضها واستئناف البعض الآخر بعد انتقالها إلى مكان آخر أو زوال أسباب التوقف. 5 سنوات ثقيلة انحنى فيها ظهر الزوجة الصغيرة فاطمة المعزولة ظلما عن العالم، مع تعاستها وآلامها في منزل والدها بمحافظة حجة، والسبب كما يقول موقع بلقيس تعسر ولادتها لساعات طويلة لتحدث مضاعفات غيرت حياتها وحبستها بمعزل عن الناس. يضيف الموقع: النسور الولادي أو القاتل الصامت جعل فاطمة تنعزل عن العالم وتتوارى عن أنظار الناس خوفا من الفضيحة والشماتة، وجعل الأهل يخجلون منها ويجبرونها على عدم الاختلاط بالآخرين. يحدث المرض بسبب ولادة متعسرة أو كبر رأس الجنين، بالإضافة إلى عدم اكتمال نمو عظام الحوض بسبب الزواج المبكر. يفيد الموقع: يشعر أهل المريضة بالخزي من الرائحة الكريهة التي لا تفارق المريضة، فيلجأون إلى حبسها بدلا من الوقوف معها ومساعدتها بالعلاج وتقديم الرعاية الطبية. بحسب الإحصائيات، تم علاج 308 نساء منذ العام 2012 حتى شهر مايو الماضي، لكن نساء كثيرات مصابات بالمرض ما زلن مسجونات خلف جدران العيب والفضيحة، فالبعض ما يزالون لا يعرفون إمكانية علاج المرض عبر عمليات جراحية ورعاية طبية لعدم وجود توعية، كما أن خطر الناسور ما يزال يحدق بكثير من الحوامل لغياب الولادة الآمنة والمتابعة الصحية. اغتراب. تحت هذا العنوان كتبت بروين حبيب مقالها المنشور في صحيفة القدس العربي. يختلف الشعور بالاغتراب عن شعور المهاجر من أجل لقمة العيش، أو الهارب من أجل حياة كريمة، أو الباحث عن الحب الذي حرم منه في عقر وطنه. فالاغتراب يهمش صاحبه، حيث يجتمع الآخرون ويجعل من لغته لغة غير مفهومة، ومن أفكاره مصدرا للإزعاج قد يهدد حياته. تركنا أوطاننا إلى المنافي البعيدة بحثا عن الرزق والحرية والأمان والاحترام والحب، إذ يبدو أن كل هذه الأشياء عصية على التحقيق في بيئتنا على تنوعها، وهي تقذفنا كما يقذف ولد حجارة لمجرد اللهو، فيما قد يصيب أكثر من شخص بإصابات خطيرة. فهل هذه المنافي سيئة إلى هذا الحد؟ قد يكون الجواب نعم، وهذا استخفاف بما تفعله المنافي باللغات الأم،
وقد يكون لا، فتكون التفاصيل على غير العادة صادمة بإيجابياتها. لقد تنوع الهاربون من أوطانهم، ولكنهم في الغالب لم يتخلوا عن حمولتهم الثقافية، وحيثما يحطون الرحال تطفو مواهبهم وثقافتهم إلى العيان. وقد اعترفت مدن كثيرا ما احتضنت هؤلاء الهاربين أو المنفيين إنها استفادت منهم، بحيث أضافوا لثقافتهم الكثيرة وأثروا آدابهم وشكلوا همزات وصل بين ثقافتين وبلدين. الاغتراب اللغوي يجعل الواحد منا يشعر بالعزلة والضياع والشتات وكل أنواع التشظي التي لا تخطر على بال، كما أن جهل لغة الآخر سبب رئيسي لممارسة العنف ضده، فما تحمله اللغات من أسرار لا يمكننا تخيله. بعض اغترابنا مفروض علينا، وبعضه من صنع أيدينا وخياراتنا، لكنه في الغالب حالة تلامس الأعماق، وكلما استسلم لها الإنسان استحوذت على كيانه وحرمته من نعمة الاستمتاع بالحياة. يذكر أن بولدير كانت له قدرة عجيبة لتغيير مكان إقامته أكثر من 40 مرة هربا من دائنيه، فعاش غريبا حتى على نفسه التي بادلها الكراهية والتحقير. أما أشعاره فهي أفضل مثال عن كل أنواع الاغتراب السالفة الذكر. انفردت صحيفة ساندي تايمز بنشر تقرير على صفحتها الأولى تقول فيه إن بريطانيا قررت إرسال قوات خاصة قوامها 100 جندي من النخبة للقيام بدوريات في مياه الخليج بعد الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط في المنطقة. وتقول الصحيفة في تقريرها إن البحرية البريطانية قدرت أن أي حركة عسكرية في مضيق هرمز قد تؤدي إلى كارثة، لذلك قررت إرسال الجنود لحماية السفن البريطانية بعد الهجمات الأخيرة وسط مخاوف من اندلاع حرب مع إيران. وتضيف ساندي تايمز أن 42 جنديا من قاعدة قرب بليموث سيشكلون فرقة للتدخل السريع تعمل على سفن تقوم بدوريات في المنطقة تنطلق من القاعدة البريطانية في البحرين التي افتتحت العام الماضي، ومهمة هذه الفرقة هي حماية السفن البحرية البريطانية والسفن التجارية من الزوارق الصغيرة والألغام. وتقول الصحيفة إن قيادة البحرية تريد من القوات الخاصة أن تعزز قدرات السفن على رصد وإبعاد الزوارق التي يتهم الإيرانيون باستعمالها لمهاجمة الناقلات. وتضيف إن مصدرا عسكريا أكد أن وجود جنود البحرية المسلحين على متن السفن التجارية سيثني الزوارق الإيرانية السريعة عن الاقتراب منها. نشرت صحيفة الأوبزرفور مقالا كتبه مارتن تشلوف يرى فيه أن الولايات المتحدة هي التي عززت النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، ولا يمكن لما يفعله ترامب حاليا أن يقوض هذا النفوذ. ويقول مارتن إن فكرتين ترسختا في إيران خلال هذا العام، الأولى أن الولايات المتحدة تسعى إلى خنق البلاد اقتصاديا، والثانية أن ترامب لا يريد حرب. فقادة إيران وجهوا رسائل تفيد باعتزامهم الدفاع عن مصالح بلادهم بضرب مصالح خصومهم، وغضب إيران من الولايات المتحدة واتهامها بتنفيذ هجمات على 6 ناقلات نفط في الأسابيع الماضية لم يأتي من فراغ. فالعقوبات الأمريكية أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني وقوضت قدرات طهران على إنجاز التزاماتها في المنطقة، خاصة في سوريا واليمن، فقد أغلقت أبواب سوق النفط على إيران، بينما يبيع خصومها نفطهم لزبائنها. ويرى مسؤولون في المنطقة أن بقاء الأمور على حالها بالنسبة للقادة الإيرانيين علامة ضعف. ويقول مارتن إنما ربحته إيران في المنطقة خلال 16 عاما الماضية كبير جدا، وهو بفضل أخطاء الولايات المتحدة أساسا، وأكبرها أنها سلمت مركز العالم الإسلامي للنفوذ الإيراني. ويخلص إلى القول إنه على الرغم من الثمن الذي تجاوز $1 تريليون، ليس هناك أدنى حظ أن يريد العراق المحرر علاقات استراتيجية مع واشنطن. يقول موقع العربي الجديد إن السيول الناجمة عن أمطار غزيرة هطلت خلال الأسبوع الماضي على عدد من المحافظات اليمنية تسببت بتضرر أكثر من 70,000 يمني. محمد خضر من سكان محافظة لحج يقول إن الأمطار التي هطلت على المحافظة أخيرا تسببت في تضرر بعض المنازل أو منازل الطين القديمة وعطلت حركة السير وأدت إلى انفجار المجاري. يضيف خضر للعربي الجديد إن السيول الجارفة ألحقت أضرارا بأراض زراعية في مديريتي المقاطرة وطور الباحة وأدت إلى نفوق بعض المواشي ودمرت خيام النازحين وأتلفت المواد الغذائية التي حصلوا عليها من منظمات إغاثية.
وفي مخيمات النزوح في عدن وتعز وحضرموت ولحج تضررت أكثر من 3000 أسرة نازحة جراء الأمطار. هذا ما يؤكده رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن نجيب السعدي قائلا لصحيفة العربي الجديد أو موقع العربي الجديد إن السيول الجارفة أتلفت خيامة ومساكن وغذاء الأسر النازحة، وهم اليوم يعيشون ظروفا إنسانية صعبة. يضيف السعدي إن الأسر النازحة في حاجة ماسة إلى مستلزمات إيواء وسلال غذائية طارئة وحقائب صحية وأدوات للتنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية للوقاية من الأمراض الجلدية. ويحذر السعدي من كارثة بيئية محتملة في مخيمات النزوح جراء تكدس النفايات وتزايد بقع المياه الراكدة، داعيا المنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تقديم مساعدات إغاثية عاجلة للأسر المتضررة. السؤال المهم: هل نجحت الإمارات في تحقيق أهداف سياستها الخارجية؟ يطرح خليل العناني هذا السؤال في صحيفة العربي الجديد، ويحاول الإجابة مضيفا: الإجابة ببساطة لا، فجميع حالات التدخل والتهور الإماراتي في بلدان الربيع العربي باءت بالفشل وأدت إلى أثر عكسي أضر بالإمارات وصورتها عربيا ودوليا. ففي السودان فضل عسكر الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالقوة، ما نتج عنه مقتل نحو 100 شخص وجرح العشرات، وهو ما زاد من لهيب الغضب وأجج الاحتجاجات الشعبية ضدهم. وفي اليمن بدا واضحا أن لدى الإمارات أجندة خاصة هناك، وليست مجرد حليف للسعودية، ولكن هذه الأجندة تتعثر كل يوم ويزداد التورط العسكري الإماراتي في حرب لا فائدة ولا طائلة من ورائها. وقد شوهت الحرب صورة الإمارات التي تحاول رسمها لنفسها باعتبارها منارة للتسامح في المنطقة، نتيجة للخسائر البشرية خصوصا من الأطفال والتجويع الذي يتعرض له الشعب اليمني. وفشل حفتر في فرض سيطرته على ليبيا، وفشلت حملته العسكرية على طرابلس بعد مرور أكثر من شهرين على انطلاقها، على الرغم من الدعم العسكري والسياسي واللوجستي الذي تقدمه له الإمارات ومصر والسعودية ودول أوروبية مثل فرنسا. قررت السلطات الإثيوبية حجب خدمة الإنترنت بشكل مؤقت، وذلك لمواجهة الغش في الامتحانات الدراسية، وبالتحديد منذ 10 يونيو الحالي. وعنونت صحيفة الشرق الأوسط: إثيوبيا تحجب الإنترنت لمواجهة الغش في الامتحانات. ووفقا لتقرير من منظمة نت بلوكس المتخصصة في مراقبة حرية الإنترنت، فإن الحظر استمر خلال معظم أيام الأسبوع الماضي، ويعتقد أن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة الغش في الامتحانات. وتنتهي الامتحانات في أنحاء البلاد الثلاثاء المقبل، فيما قدر المدير التنفيذي لنت بلوكس آل توكر تكلفة هذا الحظر بخسارة لا تقل عن 17 مليون دولار، إضافة إلى تأثر قطاع السياحة بشكل كبير جراء هذا الحجب. وتفيد الصحيفة أن عمليات حجب الإنترنت في إفريقيا جنوب الصحراء كلفت ما يصل إلى 237 مليون دولار منذ عام 2015. وهذه ليست المرة الأولى التي تقطع فيها أديس أبابا خدمات الإنترنت، فقد قطعت إثيوبيا الإنترنت قبل عامين من 31 مايو حتى 8 من يونيو في عام 2017 بعد ظهور أوراق الامتحانات على الإنترنت. ويؤرق تسريب الإنترنت دولا عربية عدة، فعلى سبيل المثال لجأت الجزائر لقطع الإنترنت لمدة ساعتين في يونيو من العام الماضي في محاولة لمنع الغش خلال تقديم الطلاب امتحانات الثانوية العامة. تسعى مجموعة من الطلاب في سن المراهقة في جنوب إفريقيا إلى القيام برحلة من مدينة كيب تاون إلى العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة بدائية الصنع. وكانت الطائرة قد هبطت بالفعل في محطتها الأولى في ناميبيا. ويعلق موقع البي بي سي: مراهقون يصنعون طائرة للقيام برحلة من جنوب إفريقيا إلى مصر. ووفقا للموقع تستغرق الرحلة 6 أسابيع لتقطع مسافة تصل إلى نحو 12,000 كيلومتر حتى تصل إلى مصر. واستطاعت مجموعة مكونة من 20 طالبا تجميع الطائرة سيلينغ 4 التي تسع لأربعة مقاعد. وقالت قائدة الطائرة ميغان فينر البالغة من العمر 17 عاما: الغرض من المبادرة
هو أن نظهر لقارة إفريقيا أن كل شيء يمكن تحقيقه إذا أصر عقلك على تنفيذه. واستغرق صنع الطائرة 3 أسابيع، إذ استخدم الطلبة بعض المواد التي وفرها مصنع طائرات في جنوب إفريقيا. واستطاع الفريق تجميع المكونات وبناء الطائرة، ويصل عدد هذه القطع إلى آلاف الأجزاء الصغيرة. وقالت إحدى الطالبات المشاركات في تجميع الطائرة: عندما أنظر إلى الطائرة أشعر بفخر كبير ولا أستطيع أن أصدق ما فعلناه، أشعر أنها طفلي، أحبها جدا. العوامل التي يمكن أن تدفع الولايات المتحدة وإيران إلى الحرب تحت هذا العنوان، نشر مركز ستراتفور مقالا تحليليا أعادت الغد نشره. لن تكون لحرب تنشب بين الولايات المتحدة وإيران تداعيات كبيرة على الإقليم فحسب، وإنما ستكون لها عواقب عالمية رئيسية على الاقتصاد والطاقة، كما سيشكل مثل هذا الصراع عامل تشتيت رئيسي للولايات المتحدة في وقت تحاول فيه تحويل الانتباه والموارد إلى منافسة القوى العظمى مع الصين وروسيا. ومع ذلك، هناك بعض العوامل التي يمكن أن تدفع واشنطن وطهران نحو الحرب، على الرغم من وجود فصائل متشددة في كل من إيران والولايات المتحدة والتي ستدفع في اتجاه مواجهة، فإن كلا البلدين يظلان حريصين على تجنب خوض حرب رئيسية مع بعضهما البعض. مع ذلك، سوف يظل خطر سوء الحسابات والتصعيد عالياً، خاصة بالنظر إلى احتمالات استخدام القوة الإيرانية واستراتيجية الصراع، بينما يكثف البلدان استعداداتهما العسكرية. سوف يقلل عدم وجود قنوات اتصال مناسبة وفعالة أيضاً قدرة كلا البلدين على التخفيف من حدة التوترات ونزع فتيل التصعيد في حال وقوع حادث أو مواجهة أولية. تقوم الولايات المتحدة حالياً بإرسال قوات إضافية إلى مياه الخليج، بينما تكثف إيران استعداداتها وتحشد جيشها، ومعاً تزيد تصرفات البلدين بشكل كبير من احتمال اندلاع حرب، ويفاقم المخاطر وجود فصيل داخل البيت الأبيض يمثله مستشار الأمن القومي الصقري جون بوليتون، والذي يبدو أكثر توقاً من الآخرين في الإدارة إلى بدء صراع مع إيران. ولبوليتون بطبيعة الحال نظراء أيديولوجيون في إيران، خاصة في فيلق الحرس الثوري الإسلامي، والذين يسعون بدورهم إلى خوض قتال أيضاً. لكن البلدين يظلان كما أكد القادة في واشنطن وطهران قلقين من خوض حرب سوف تكون مكلفة ضد بعضهما البعض. في جولتنا المصورة لهذا اليوم نتابع بعض الصور المتنوعة من مختلف أنحاء العالم والمنشورة في صحيفة الديلي تيليغراف. فن الكاريكاتير الذي يختصر آلاف العبارات نتابع منه ما أحضرناه لكم في هذه الحلقة. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من كشك الصحافة، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.